السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ملف الفيديو ده هشرح الأسباب اللي بتخلي العربية تاكل بنزين منك، سواء كانت حديثة أو قديمة. هبدأ الأول بالأسباب اللي بتخلي العربية تاكل بنزين في العربيات الحديثة، وبعد كده هذكر الأسباب المشتركة ما بين العربيات القديمة والحديثة، وفي الآخر هقولك على الأسباب اللي بتخلي العربيات القديمة اللي هي الكربوراتير. إن شاء الله لو أنت عندك مشكلة في استهلاك البنزين الفيديو ده يكون مفيد ليك.